فنزويلا المعروفة رسميا بجمهورية فنزويلا البوليفارية. فنزويلا هي دولة تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية في منطقة البحر الكاريبي، عاصمتها كاراكاس ولغتها الرسمية الإسبانية. فنزويلا جمهورية رئاسية فيدرالية، وتصنف بين البلدان طبعا الأكثر تحضرا في أمريكا اللاتينية. ومنذ اكتشاف النفط فيها في بدايات القرن العشرين أصبحت من أكبر مصدري النفط في العالم، مع امتلاكها أكبر الاحتياطات النفطية. أما في السابق فقد كانت فنزويلا تعتمد على السلع الزراعية مثل الكاكاو والبن، ذلك طبعا قبل أن يهيمن النفط على الإيرادات والصادرات الحكومية. أعزائي، وفرة النفط في فنزويلا خلال ثمانينيات القرن العشرين، وفرة النفط أوصلت البلد إلى أزمة الديون الخارجية وإلى الأزمة الاقتصادية المزمنة، والتي أدت طبعا إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 66% عام 1995، وإلى ذروة التضخم عند 100% في عام 1996. وبعد عام 2001 انتعشت أسعار النفط، وتعزز الاقتصاد الفنزويلي، ولم تؤثر عليه تداعيات أزمة 2008 العالمية المالية. ولكن بعد الأزمة شهدت فنزويلا الانكماش الاقتصادي مجددا، واعتبارا من أواخر 2010 عاد الاقتصاد الفنزويلي إلى الانتعاش النسبي، وذلك في ظل انخفاض معدل الجريمة، وهو كان آنذاك من أعلى المعدلات في العالم. جغرافيا، وهذا بغاية الأهمية بسياق موضوعنا، فإن فنزويلا محاطة بدول كولومبيا من الغرب والجنوب الغربي، والبرازيل من الجنوب، وغويانا من الشرق. أما اجتماعيا فهناك خطة الأمم المتحدة 2022-2023، وهي الخطة الإنسانية لفنزويلا، والتي قدرت أن هناك 7 ملايين فنزويلي من أصل حوالي 29 مليون مواطن، 7 ملايين بحاجة ماسة وملحة إلى التغذية وإلى الأمن الغذائي وإلى النظافة وإلى التعليم. اليوم أعزائي هناك أزمة حدود بين فنزويلا وغويانا، ويوما بعد يوم تكبر المخاوف من تأزم الخلافات وتحولها إلى حرب عسكرية حقيقية. أما سبب الخلاف فهو السيادة على إقليم إسيكويبو طبعا الغني بالنفط. والمعروف في هذا السياق أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طرح مؤخرا مشروع قانون لضم منطقة إسيكويبو، ونتيجة لهذا الطرح اعتبرت دولة غويانا أن خطوة الرئيس مادورو تشكل تهديدا مباشرا. وقد قال مادورو خلال جلسة الحكومة الفنزويلية، هذا كلام مادورو، أقترح أن يتم فورا تفعيل المناقشة في الجمعية الوطنية والموافقة على القانون الأساسي لإنشاء ولاية غويانا إسيكويبو. الأهم ربما في الموضوع أعزائي أن الرئيس مادورو وخلال الجلسة نفسها أمر بمنح التراخيص لاستغلال النفط والغاز والمناجم في هذه المنطقة، بحسب طبعا وكالة فرانس بريس AFP أجانس فرانس بريس. وقد أتى قرار مادورو بعدما صوت الفنزويليون بأغلبية 95% في استفتاء جرى مؤخرا، صوتوا على ضم هذه المنطقة الخاضعة لسلطة غويانا المجاورة طبعا لفنزويلا. القلق والغضب سيدا الموقف في غويانا، خصوصا بعد خطاب الرئيس عرفان علي الذي ندد جهارا بقرار مادورو، ووصفه بالتهديد المباشر لسيادة غويانا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي. فلماذا منطقة إسيكويبو، وما أهمية هذه المنطقة لفنزويلا، وهل بإمكان هذه الأزمة المحتملة أن تشعل فتيل الحرب في أمريكا اللاتينية؟ أعزائي، منذ عقود وفنزويلا تطالب بالسيادة على إسيكويبو، وهي منطقة تبلغ مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من ثلثي مساحة غويانا،
حيث أن عدد سكان إسيكويبو يصل فقط إلى 125,000. وتقول فنزويلا إن نهر إسيكويبو الواقع شرق المنطقة يجب أن يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أعلن عام 1777 طبعا في ظل الحكم الإسباني. أما فيما يخص غويانا والتي تمتلك احتياطات نفطية هي من الأعلى في العالم للفرد ربما، فإن الحدود بينها وبين جارتها فنزويلا أقيمت خلال حقبة الاستعمار البريطاني وثبتت عام 1899. ومن الواضح اليوم أن لمنطقة إسيكويبو أهمية كبرى نظرا إلى الاكتشافات الكبيرة من الغاز والنفط في هذا الإقليم. وبموجب هذه الاكتشافات طبعا منحت حكومة غويانا تراخيص لشركات أجنبية متعددة الجنسية، مثلا مثل شركة إكسون موبيل وهي واحدة طبعا من أهم الشركات العالمية للنفط والغاز. وتقدر كميات تلك الاكتشافات ب 11 مليار برميل، 11 مليار برميل، مما يبرر تحرك فنزويلا الأخير التي تعاني من ظروف طبعا اقتصادية صعبة بسبب سوء الإدارة وبسبب تفشي الفساد، بالإضافة طبعا إلى العقوبات الأمريكية. إقليميا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتصل بنظيره وجاره الفنزويلي مادورو وعبر له عن غضبه بشأن أي تصعيد عسكري محتمل بين فنزويلا وغويانا. المعلومات المتوافرة طبعا تؤكد قطع فنزويلا وعدا للبرازيل بعدم استخدام الأراضي البرازيلية لشن عمليات عسكرية عبرها أو انتهاك أي اتفاقات بين البلدين خلال محاولة ضم إقليم إسيكويبو. ونتيجة لهذا القلق البرازيلي المتزايد من هذا الضم الممكن، فقد عزز الجيش البرازيلي وجوده على طول المنطقة الحدودية طبعا بسبب التوترات المتزايدة بين فنزويلا وغويانا. الملفت في الأمر أعزائي أن تفكير كاراكاس بضم إقليم إسيكويبو أثار العديد من الاعتراضات داخل التيارات اليسارية في أمريكا اللاتينية، خصوصا وأن فنزويلا تعيش حاليا فترة من التعافي السياسي والاقتصادي النسبي بعد سلسلة طويلة من الأزمات. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت مؤخرا عددا من العقوبات عن فنزويلا، مما ساعد الأخيرة في إعادة الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي النسبيين. واختيار هذا التوقيت قد يشير إلى وجود غطاء خارجي ممكن، غطاء قد يعطي للرئيس الفنزويلي دعما للمضي بقرار الضم. وهنا بالضبط تكمن مخاوف البرازيل من أن هذه القضية ستفتح بابا لصراع عسكري إقليمي قد يغير ربما الخريطة الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية. هذا التصعيد العسكري الوشيك أحبائي قد يدفع أمريكا إلى إنشاء قواعد عسكرية في غويانا المحاذية لفنزويلا، خصوصا أن واشنطن كانت قد أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة فنزويلية لضم إسيكويبو. والأخطر في الأمر أحبائي أن أمريكا توعدت أنها قد تضطر للتدخل إذا بدأت طبعا عملية الضم. وبرأي فيل جونسون طبعا المحلل السياسي لدى مجموعة الأزمات الدولية والمقيم في كاراكاس، فإن الحكومة الاستبدادية في فنزويلا تواجه وضعا سياسيا صعبا وتميل دائما إلى البحث عن قضية وطنية حتى تتمكن من حشد الدعم الشعبي لها. في المحصلة النزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا يشكل برميل بارود يهدد أمريكا اللاتينية. ولا شك أن تحدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدي بوتين للأعراف الدولية من خلال طبعا غزو أوكرانيا، هذا التحدي لا شك أنه شجع من دون شك الطموحات الإقليمية للرئيس الفنزويلي مادورو. في الخاتمة أمريكا اللاتينية مأزومة من بوابة إسيكويبو، والبرازيل طبعا الجارة تخشى
البرازيل تخشى انتقال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى أمريكا اللاتينية من خلال اندلاع حرب جديدة فنزويلية جوانية تقوم واشنطن أو موسكو بدعم أحد طرفيها. تصبحون على حرية. من أنا الشعب وشاشة المشهد.